قصة بالنسبة لي شديدة الغرابة ومحتاج فعلا ان انا افهم تفاصيلها. يعني حتى زملائي الاعزاء لما كنا بنتكلم فيها النهاردة قلت لهم يا جماعة في حاجة غلط، في حاجة بالنسبة لي مش مفهومة، في حلقة مفقودة في القصة دي. معيد في كلية طب طنطا ده طبقا للخبر يعتدي بسلاح على استاذ قلب داخل عنبر المرضى، في حاجة بالنسبة لي مش مفهومة. ما الذي يدفع معيد في الكلية انه يعتدي على احد الاساتذة؟ يعني عمل له ايه؟ يعني خليني هنا اخد معانا دكتور احمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا استاذ يوسف. ازاي صحة حضرتك؟ ايه الحكاية دي يا فندم؟ والله زي ما حضرتك بتقول ان حضرتك يعني حضرتك بتستنكر، احنا طبعا نرفض هذا تماما. ما حدث هي فعلا حادثه جنائيه، يعني منفرده، حاله منفرده. يعني في البدايه طبعا اكيد يعني تواصل سيادتك معانا دايما في انجازات جامعه طنطا، حجم مؤسسه كبير، احنا 13 طبعا مستشفى، حوالي 3000 سرير، 4000 عضو هيئه تدريس وهيئه معاونه واطباء امتياز واطباء نواب اطباء مقيمين. الحادثه حصلت النهارده الساعه 10 في مستشفى التعليمي الفرنساوي عندنا. والحقيقه طبعا يمكن حضرتك فعلا بتقول هناك حلقه مفقوده، هي الملابسات كلها حاليا فعلا. يعني لما حصل الموقف وتم ابلاغي بيه كعميد الكليه، بلغت معالي السيد رئيس الجامعه بالواقعه، وهو امر بتحويل الموضوع للنيابه بعد اجراء التحقيقات الاداريه. والنيابه فعلا جت وعينت المكان موقع الحادثه، وبرضه سمعت اقوال الشهود، والدكتور طبعا المعتاد عليه الدكتور عبد الهادي حاليا في المستشفى في قسم العنايه المركزه. عنايه مركزه؟ هو في العنايه المركزه. ليه حالته ايه يا فندم؟ هو لا طبعا هي الخبطه، هو عنده جرح قطعي في فروه الراس، وكان في اشتباه يعني زي شرخ بسيط في الجمجمه، ولكن هو حاليا تحت الملاحظه وان شاء الله نطمئن عليه. وحاليا النيابه العامه هي اللي ماسكه، يعني في تحقيقات كثيفه جدا جدا حول هذه الواقعه اللي احنا كلنا بنرفضها تماما، ويعني قد تظهر الايام القادمه فعلا اللي حضرتك قلت عليه ما هي الحلقه المفقوده، لان احنا حتى بنرفض هذا الاجراء لان هو حادث جنائي وفردي وليس يعني قد ينبع من اي تصرف النهارده. وانا بكلم ساعتك في اللحظه دي احنا عندنا اكثر من 800 دكتور سهرانين، واكثر من 2000 من هيئه التمريض والفنيين. لا انا متاكد انها واقعه يعني فرديه تماما يعني، لكن هو انا بس هسال بعض الامور اذا سمحت لي يا دكتور. انه هو الاعتداء تم بايه علشان يحدث جرح قطعي وشرخ بالجمجمه؟ هو اعتدى بايه؟ استخدم ايه؟ يعني طبعا انا هقول لحضرتك حاجه على اساس ان برضه يعني هو تم تفريغ الكاميرات الحقيقه بمعرفه النيابه العامه، فكل التفاصيل الدقيقه، لان احنا مش هنقدر نكرر الكلام ما يقال على صفحات التواصل او ما يقال، لكن هو حصل الاعتداء، حصل فعلا اعتداء، لكن هتثبته يعني الاعتداء ان هو كان نتج عنه جرح ردي يعني شديد او عميق في راس الدكتور عبد الهادي، ولكن هو حاليا في العنايه المركزه. لكن انا مش قادر احدد بالظبط الاعتداء تم ازاي عشان ما يكونش يعني المرضى مثلا اللي كانوا موجودين في العنبر او بعض الزملاء اللي كانوا موجودين اكيد قالوا مثلا ده استخدم اله ثقيله او حته حديده او رجل كرسي او استخدام اله ثقيله، ممكن يكون ده، لانه ده تفسير الاصابه الموجوده عند الدكتور عبد الهادي، وهو ما حصلش قدام المرضى، هو حصل في احد الطرق المؤديه لبعض احد العنابر في المستشفى، فالحمد لله ان هو كان بعيد عن المرضى، ولكن كان هناك بعض من هيئه التمريض. طيب احنا طبعا مش بصدد ان احنا هنستبق التحقيقات بتاعه النيابه العامه ابدا يعني، ولا كمان احنا هنحدد انه مين اللي غلطان، لانه احنا ما نعرفش حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي مين اللي غلطان، لانه ما حدش عارف ايه المقدمات بتاعه ده ولا ايه. لا تمام. هو طبعا هو الحدث الاعتداء في حد ذاته يعني هو مرفوض في كافه الاحوال، لو احنا بنتكلم ان هو دي مؤسسه كبيره، حتى لو احنا بنتكلم ان احنا كلنا كافراد في المجتمع وده وارد يحدث واحنا بنرفضه اكيد، ولكن اكيد احنا بنرفضه لما يكون مرتبط باداء بناس يعني في مؤسسه طبيه بتؤدي خدماتها لاكثر من 2 مليون مريض سنويا.
فاعتقد ان انا احنا رافضينه، ولكن الامور يعني حاليا بتسير بالعمل في الجامعه، وده كان اهم حاجه في المستشفيات انها تسير بالاجراء الطبيعي. طبعا طبعا ده كل، لان احنا زي ما قلت لحضرتك بنخدم اكثر من 5 محافظات حوالينا واعداد كبيره، فده ما يعملش كان الهدف ان ما يحصلش اي نوع من البلبله او نوع من صحيح. يعني عشان يبقى في تنسيق ان العمل يستمر والكل يلتزم بعمله، وده يعني ده كان الهدف الاساسي، ويترك للنيابه العامه ان هي فعلا هي من لها سلطه التحقيق، وفي النهايه خالص يعني هي هتوجه الاتهام، وفي النهايه خالص هينظر امام القضاء يعني، وهي هتتقال الكلمه النهائيه في ذلك. لكن طب سؤال يا دكتور، هل في اي حديث حول العلاقه ما بين المعيد والاستاذ؟ يعني هل كانت اصلا العلاقه متوتره ما بينهم؟ هل كان في شيء ما يدفع الى انه يحصل يعني هذه الحده في المناقشه؟ انا كده كده بنرفض اي شكل من اشكال العنف، لكن هل في لها سوابق من علاقه متوتره فيها شده ما، فيها حده ما؟ هو يعني يمكن انا يعني هقول يعني يعني الوضع الحالي ان هو الطبيب يعني من قام بالاعتداء في الواقع هو حاليا معيد في قسم التشريح وليس طبيب في قسم جراحه القلب والصدر، وهو القسم الخاص بالدكتور عبد الهادي. لكن هو كان الطبيب في هذا القسم من حوالي سنه. ولما نزل اعلان، لان الدوله كانت وفرت وظائف جديده بالجامعات بعد الموضوع الكورونا وباء الكورونا، فنزلت اعداد، فتم هو قدم على وظيفه اخرى فتم قبوله في قسم التشريح. قسم التشريح هو قسم اكاديمي مميز في الكليه، مسؤول عن عمليات تعليميه وتدريس الطلاب، ويعني هو دراسه اكاديميه وملوش علاقه بالعمليات خالص. فكل الرابط انه هذا الطبيب كان في قسم جراحه القلب والصدر وقسم الدكتور عبد الهادي منذ حوالي عام، وانقطعت صلته تماما وانقطعت اي علاقه ومصلحه ما بين القسم وما بين الطبيب المعيد اللي في قسم التشريح. يمكن هذه العلاقه الوحيده اللي ما زالت طبعا النيابه في تحقيقاتها والملابسات والتحقيقات الكثيفه اللي بتتم هي اللي هتوضح الامور لنا ولغيرنا برضو عشان تبقى الامور واضحه. صحيح صحيح صحيح. احنا طبعا بنتمنى من قلبنا ان دكتور عبد الهادي يقوم بسلام ويخرج زي الفل، وربنا يشفيه ويعافيه، زي ما نتمنى من قلبنا ان ربنا سبحانه وتعالى ايضا يلهم النيابه العامه في انها تكشف الحقيقه وراء ما حدث، وفي النهايه خالص يعني هيبان، وزي ما بنقول الموضوع سوف يوضع بين يدي القضاء المصري. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، ربنا يطمننا على الجميع. دكتور احمد غنيم، عميد كليه الطب بجامعه طنطا.